كشف المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية أن خلل فني بمحطة تغذية الكهرباء شمال محافظة جدة تسبب في احتجاز 10 حالات داخل المصاعد بالمباني. انقطاع الكهرباء على عدة مواقع، وكانت هذه المواقع أحياء سكنية وجهات مختصة، باشرت الحالة دون وقوع إصابات ولله الحمد ولا وفيات أيضا. بدورها أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن عطل فني طارئ وراء انقطاع الخدمة عن بعض المشتركين.